بسم الله الرحمن الرحيم. إن شاء الله في الفيديو ده هنحل الواجب الرابع على قانون أوم للدائرة المغلقة. السؤال الأول بيقول لك يوضح التمثيل البياني الآتي: التغير في شدة التيار الكهربي في دائرة مقابل التغير في فرق الجهد بين قطبي البطارية، فإن القوة الدافعة الكهربية للبطارية تساوي. طبعا احنا عارفين إن احنا عندنا في لو عندنا دائرة بالشكل ده، ادي الاي وادي هنا في بي وار، وعندك ده فرق الجهد بين طرفي البطاريه، فانا عندي هنا الفي بتساوي الفي بي ناقص الاي في الار. طالما ان انت عندك العلاقه هنا خط مستقيم، لو انت ركزت كده هتلاقي ان العلاقه دي خط مستقيم اهوت، ده خط والميل بالسالب، وبالتالي هنا البطاريه بتاعتك بتفرق زي ما احنا لسه عاملينها هنا. وبالتالي لما اجي ارسم العلاقه بين الفي والاي بتطلع بالشكل ده. انا عايز القوه الدافع اللي هي الفي بي، فانا عارف ان الفي بي هي الجزء المقطوع من محور الصادات، وبالتالي لو انت كملت الخط ده هتلاقي ان هو بيقطع هنا بالتماس ده، وبالتالي انت عندك هنا الفي بي بتساوي 6 فولت. رقم 2 بيقول لك في السؤال السابق المقاومه الداخليه للبطاريه تساوي. عشان اجيب المقاومة الداخلية فانا عارف ان المقاومة الداخلية اللي هي الار بتساوي سالب الميل. عشان اجيب الميل هنا هاخد نقطتين، النقطة دي مثلا والنقطة دي، لو انت ركزت هتلاقي ان النقطة دي عبارة عن 1.6 و5.8، والنقطة دي عبارة عن 2.5 و75. وبالتالي سالب الميل اللي هو هيبقى الدلتا في على الدلتا اي بيساوي 5.8 ناقص 5.75 على 1.6 ناقص 2، ومتنساش هنا تضرب في سالب 1 اللي هو السالب ده، فيطلع معاك هنا 125 من 1000. خمسة وثمانية 85%، بعتذر، 85 ثواني، احنا قلنا النقطة دي، يبقى 5.8 صح، 5.8، 1.6. طيب 2.75، 5.8 ناقص 5.75 على 1.6 ناقص 2، تمام، يبقى تطلع هنا 125 من 1000، يبقى هنا المفروض ان هي 125 من 1000. تعال نحطها هنا. وبالتالي دي الاجابه بتاعتنا. طيب هل ممكن تحل السؤال ده بطريقه ثانيه؟ ممكن احله بطريقه ثانيه. لو انت خدت اي نقطه هنا، يعني مثلا لو احنا خدنا النقطه دي، النقطه دي لو فرق الجهد بين قطبي البطاريه ب 5.75 فولت، فمعنى كده ان بيمر تيار في الدائره مقداره 2 امبير، وانت لسه قايل ان القوه الدافعه هنا ب 6 فولت، وبالتالي لو عوضت هنا هتقدر تجيب المقاومه الداخليه. طيب تعالى هنا عشان نتاكد من الحل بتاعنا. احنا بنقول ان الفي بتساوي الفي بي ناقص الاي في الار. لو انا عندي الفي بتساوي 5.75 فولت، فانت عندك الاي هتساوي 2 امبير. تعال نعوض هنا، 5.75 بتساوي 6 ناقص 2 ار. هنجيب ده هنا بالسالب ونجيب ده هنا بالسالب، وبالتالي 2 ار بتساوي 6 ناقص 5.75. نقسمها على الاثنين هيطلع معانا نفس الحل. السؤال رقم 3: بطارية قوتها الدفع في فولت، مقاومتها الداخلية 2 ار. إذا وصلت البطارية بمقاومة خارجية مقدارها 7 ار، فإن فرق الجهد بين قطبي البطارية يساوي. يبقى أنا دلوقتي عندي آدي في و2 ار و7 ار،
وعاوز اجيب فرق الجهد بين قطبي البطاريه. فرق الجهد بين قطبي البطاريه اللي هو ده هو نفسه فرق الجهد على المقاومه الخارجيه. تقدر تجيب فرق الجهد ده باكثر من طريقه. لاحظ هنا ان المقاومه الداخليه او البطاريه متوصله على التوالي مع المقاومه الخارجيه، وبالتالي المقاومات هنا متوصله كلها على التوالي، يبقى الفي بتتناسب مع الار، وبالتالي فرق الجهد سميها في داش عشان نختلف عن ده. فرق الجهد بين قطبي البطاريه اللي هو نفسه فرق الجهد على المقاومه الخارجيه على فرق الجهد الكلي بيساوي فرق الجهد ده على المقاومه الخارجيه اللي هي 7 ار، وفرق الجهد الكلي على المقاومه الكليه اللي هي 9 ار، اللي هي 2 ار زائد 7 ار، وبالتالي في داش بتساوي 7 على 9 في. الطريقه الثانيه ان انت هتستخدم القوانين العاديه، هتجيب الاي هيساوي فرق الجهد الكلي اللي هو الفي على المقاومه الكليه اللي هي 9 ار، بعد كده الفي الخارجي اللي هي الفي داش هنا بتساوي الاي في الار الخارجيه، او بتساوي الفي بي ناقص الاي في الار داش. لاحظ ان انا مسميها ار داش عشان دي ب2 ار سمول، وبالتالي ده بيساوي الاي اللي هي عباره عن في على 9 ار في الار الخارجيه 7 ار، فتطلع معاك 7 على 9 والار هتروح مع الار في نفس الحل، او بيساوي في بي اللي هي الفي ناقص الاي اللي هي في على 9 ار في المقاومه الداخليه اللي هي 2 ار، فالار هتروح مع الار 2 على 9 من 9 على 9 يديك 7 على 9 برضه، فنفس الحل. رقم 4 في الدائرة الكهربائية الموضحة، إذا كانت المقاومة الداخلية للبطارية تساوي 1 أوم فإن المقاومة الكلية في الدائرة تساوي. طيب أجيب المقاومة الكلية في الدائرة دي إزاي؟ أنت عندك هنا لو أنت ركزت هتلاقي النقطة دي إيه والنقطة دي بي. عندك ما بين الإي والبي في مقاومة ب10 وفي مقاومة ب5 وفي المقاومة دي كلها اللي هي 6 على التوالي مع 6 على التوازي مع 12. هنجيب المقاومة بين النقطتين دول 6 على التوازي مع ال 12 هيطلع معاك 4 او 6 في 12 على 6 زائد 12، وبالتالي ما بين النقطتين دول في المسار ده 6 و4 هيديك 10، وبالتالي دي كلها ب10، وبالتالي المقاومة بين الـ A والـ B بتساوي 10 على التوازي مع 5 على التوازي مع ال 10 اللي تحت. 10 على التوازي مع 10 هيديك 5، على التوازي مع 5 هيديك 2.5 اوم. وبالتالي انت هتشيل المقاومتين دول والمقاومه دي والمقاومه دي والمقاومه دي وتحط ما بين الاي والبي ب2.5 اوم. الدايره بتاعتك هتتحول للشكل ده. 2.5 اوم وادي الاي وادي البي، وعندك ده 2.5 اوم، وعندك ده 15 فولت، والمقاومه الداخليه ب1 اوم. وبالتالي الار توتال هنا هتساوي 2.5 زائد 2.5 ب5 زائد المقاومه الداخليه اللي هي ب1 هيطلع معاك 6 اوم. رقم 5 في السؤال السابق فرق الجهد بين الاي والبي يساوي فرق الجهد بين النقطه دي والنقطه دي، اجيبه ازاي؟ لاحظ ان فرق الجهد بين الاي والبي هو نفسه فرق الجهد بين النقطه دي والنقطه دي. تقدر تجيب فرق الجهد ده باكثر من طريقه. انت عندك المقاومات دي كلها على التوالي، وبالتالي فرق الجهد ده في اي بي على فرق الجهد الكلي اللي هو 15 بيساوي المقاومه ما بين الاي والبي اللي هي 2.5 على المقاومه الكليه اللي هي ب 6، وبالتالي في اي بي بيساوي 2.5 على 6 في 15. هيطلع معاك 6 وربع. الطريقه الثانيه ان انت هو المفروض هنا في بي اي لان ده الموجب، اوكي في بي. الطريقه الثانيه ان انت هتجيب شده التيار اللي ماشي في الدائره اللي هو الاي، فده هيساوي 15 فولت على المقاومه الكليه اللي هي ب6، بعد كده تضرب الاي ده في المقاومه بين البي والاي اللي هي 2.5 هيطلع معاك نفس الحل، وبالتالي فرق الجهد ده ب6 وربع فولت. رقم 6 في السؤال السابق شده التيار المار في المقاومه 12 اوم تساوي شدة التيار المار في المقاومة 12 أوم اللي هو التيار ده، سميها أي داش مثلا، أجيبه إزاي؟ عشان تجيب شدة التيار ده فأنت محتاج تجيب شدة التيار اللي ماشي هنا،
هنسميها اي واحد مثلا. وبعد ما تجيب الاي واحد تقدر تجيب الاي داش. طب ازاي اجيب الاي واحد؟ ركز معايا كده، انت عندك الاي واحد ده بيمر من النقطه بي للنقطه اي في المقاومه اللي تحت دي اللي هي 10 او، وانا لسه جايب دلوقتي ان فرق الجهد بين البي والاي ب 6 وربع. فلو قسمت فرق الجهد بين البي والاي على المقاومه دي هيديني التيار اللي ماشي ده. يبقى انا عندي الاي واحد بتساوي فرق الجهد بين البي والاي اللي هو 6 وربع، المقاومه دي ب 10، فيطلع معاك 625 امبير. نيجي بعد كده التيار اللي هو الاي 1 ده هيتوزع على المقاومه دي والمقاومه دي. فلو ضربت الاي 1 في المقاومه بين النقطه دي والنقطه دي هيديني فرق الجهد ما بين النقطتين اللي هو نفسه الاي داش في المقاومه 12. وبالتالي عندي الاي 1 اللي هي 625 في المقاومه ما بين النقطه دي والنقطه دي كنا لسه جايبينها ب 4، بيساوي الاي داش في المقاومه 12. هيطلع معاك ان الاي داش بتساوي 625 في 4 على ال 12 اللي هي 21% او تقريبا 2 من 10. السؤال رقم 7 بيقول لك بطارية قوتها الدفع الكهربية تساوي 4.5 فولت موصلة بمقاومة تساوي وشدة التيار المرفي الدائري تساوي، فإن المقاومة الداخلية للبطارية تساوي عندك في بي وعندك اي وعندك اي عندك ار وعندك اي وعاوز الار سمول. اجيب الار سمول ازاي؟ المعلومات اللي عندي ان الفي بي بتساوي 4.5 فولت وعندي الار بتساوي 2.75 اوم والاي بتساوي 1.36 امبير وعايزين الار. الار دي موجوده في القانون ده ان الفي بي بتساوي الفي زائد الاي في الار، والفي هنا اي في ار كابيتال. طيب انت عندك الاي موجوده الار كابيتال موجوده الفي بي موجوده وبالتالي تقدر تجيب الار سمول. وبالتالي انا عندي هنا الاي في الار بتساوي الفي بي ناقص الفي، الفي بي 4.5 ناقص الفي اللي هي اي كابيتال في 2.75%، بعد كده تقسم ده كله على الاي اللي هي 1.36%. هيطلع معاك تقريبا 56%. السؤال رقم 8 تزود دائرة بالقدرة بواسطة بطارية قوات الدفع الكهربية موصلة بمقاومة قيمتها والمقاومة الداخلية للبطارية، فإن فرق الجهد بين قطبي البطارية. طيب انا عندي الفي بي وعندي الار سمول وعندي الار كابيتال وعايزين نجيب الفي، اعمل ايه؟ لاحظ هنا ان في الفي اللي هو فرق الجهد بين قطبي البطاريه هو نفسه فرق الجهد على المقاومه الخارجيه، فانا ممكن اقول ان الفي بتتناسب مع الار زي ما قلنا من شويه. يبقى انا عندي دلوقتي الدايره بتاعتي كده، زي ما قلنا المقاومتين دول على التوالي، يبقى انت عندك هنا الفي بتتناسب مع الار، يبقى فرق الجهد بين قطبي البطاريه اللي هو نفسه فرق الجهد على المقاومه الخارجيه هنسميها في على فرق الجهد الكلي اللي هو 3.6 بيساوي فرق الجهد الخارجي ده على المقاومه 5.5 وفرق الجهد الكلي على المقاومه الكليه اللي هي 5.5 زائد 75%، فهتقدر تجيب الفي. هيطلع معاك 3.2 تقريبا.
الطريقة التانية إن أنت برضو هتجيب شدة التيار، بعد ما تجيب شدة التيار هتعوض في القانون ده في بي ناقص اي في الار أو بتساوي اي في الار كابيتال. السؤال رقم 9، تزاول الدائرة بالقدرة بواسطة بطارية فرق الجهد بين طرفيها، سوري فرق الجهد بين طرفيها بدل في، وتحتوي الدائرة على مقاومة قيمتها والمقاومة الداخلية للبطارية فإن مقدار القوة الدفع الكهربائي عايزين في بي. طيب أنا عندي هنا فرق الجهد بين قطبي البطارية وعندي الار كابيتال وعندي الار سمول وعاوز الفي بي. أقدر أجيب السؤال ده بأكتر من طريقة. فرق الجهد ده هو نفسه فرق الجهد على المقاومة الخارجية، وأنا عارف إن المقاومة الخارجية كأنها على التوالي مع المقاومة الداخلية، فأقدر أجيب فرق الجهد على المقاومة الداخلية وبعد كده أجمعهم الاتنين هيديني الفي بي. أو إن أنا أستخدم فرق الجهد ده أقسمه على المقاومة R أجيب التيار وبعد كده هقدر أجيب الفي بي. أنت قدامك أكتر من طريقة. يبقى أنا عندي دلوقتي الفي بتساوي 2.5 فولت، الأر بتساوي 3.5 أوم، الأر سمول بتساوي 65% أوم، وعايزين الفي بي. زي ما قلت لك الفي بتتناسب مع الأر، يبقى فرق الجهد على المقاومة الداخلية اللي هو الأي في الأر على فرق الجهد الخارجي اللي هو الفي بيساوي الار سمول على المقاومه الخارجيه اللي هي الار، وبالتالي الاي في الار سمول بتساوي الفي اللي هو 2.5 في الار سمول 65% على الار كابيتال اللي هي 3.5. بعد كده الفي بي بتساوي الفي زائد الاي في الار، وبالتالي عندك الفي ب 2.5 زائد الاي في الار اللي هو الرقم ده. تجمع ده على 2.5 هيطلع معاك 2.96% او تقريبا 3. طيب الطريقه الثانيه زي ما قلت لك فرق الجهد ده اللي هو فرق الجهد الخارجي هو نفسه فرق الجهد على المقاومه الخارجيه، وبالتالي الاي بتساوي 2.5 على 3.5، وبالتالي الفي بي بتساوي الاي في الار الخارجيه زائد الار الداخليه 2.5 على 3.5 في الار الخارجيه 3.5 زائد الار الداخليه اللي هي 65%، هيطلع معاك نفس الحاجه. نفس الحاجة. السؤال رقم 10، بطارية موصلة بدائرة كهربية مقاومتها وشدة التيار المار بالدائرة تساوي والمقاومة الداخلية للبطارية فإن القوة الدفع الكهربية للبطارية تساوي. طيب السؤال ده أعطيك الأي وأعطيك الأر سمول وأعطيك الأر كابيتال، فتقدر تجيب الفي بي على طول. الفي بي بتساوي الاي في الار كابيتال زائد الار سمول بيساوي عندك الاي الار كابيتال 4.25 والار سمول 6.35. طبعا ده تعويض مباشر مفهوش مشكلة. هيطلع معاك 3.7 تقريبا. السؤال رقم 11، في الدائرة الكهربية في الدائرة المقابلة القدرة المستنفذة في المقاومة 3 أوم تساوي. طيب الدائرة دي عاوزين القدرة المستنفذة في المقاومة 3 أوم، أجيبها إزاي؟ عشان تجيب القدرة المستنفذة في المقاومة 3 أوم قدامك أكتر من طريقة، يا إما تجيب فرق الجهد ده وتربعه وتقسمه على المقاومة 3 أوم، يا إما تجيب التيار اللي ماشي في المقاومة 3 أوم وتربعه تضربه في المقاومه 3 اهو. طيب لو احنا عايزين نجيب فرق الجهد هنا نعمل ايه؟ هنجيب المقاومه المكافئه بين النقطتين دول هنلاقيها متوصله على التوالي مع باقي اجزاء الدائره، وبالتالي هطبق القانون ده الفي بتتناسب مع الار. طيب المقاومه بين النقطتين دول بتساوي ايه؟ 6 على التوازي مع 3 فيها ال 2 اوم. هتبص هنا هتلاقي ان 2 اوم متوصله على التوالي مع 1 اوم متوصله على التوالي مع 1 اوم، الفي بتتناسب مع الار، يبقى فرق الجهد ده سميه في 3 على فرق الجهد الكلي اللي هو ال 12
بيساوي المقاومة دي اللي هي 2 على المقاومة الكلية اللي هي ب4، 2 و1 و1. طبعا 2 على 4 النص، وبالتالي في 3 بتساوي 6 فولت. وبالتالي انا عندي هنا البي دبليو 3 بتساوي في 3 تربيع على المقاومة دي اللي هي R3 بيساوي 6 تربيع على 3، هيطلع معاك 12 واط. زي ما قلت لك تقدر تجيب التيار الكلي وتوزعه على الاثنين دول وبعد كده تربعه وتضربه في المقاومه 3، هيديك نفس الحل. السؤال 12، في السؤال السابق النسبه المئويه للانخفاض في الجهد عبر المقاومه الداخليه. احنا قلنا النسبه المئويه للانخفاض في الجهد عبر المقاومه الداخليه اللي هي الاي ار على الفي بي في 100%. الاي ار على الفي بي ده الانخفاض في الجهد عبر المقاومه الداخليه. نسبه الانخفاض في الجهد عبر المقاومه الداخليه اللي هي الاي ار على الفي بي نسبه مئويه يعني تضرب في 100%. فده هيساوي الاي ار، اجيبها منين؟ لاحظ ان الاي ار هو فرق الجهد على المقاومه الداخليه، فانت برضو تقدر تجيبه بان انت تقول ان الفي بتتناسب مع الار. فرق الجهد على المقاومه الداخليه، تعال نعملها هنا، فرق الجهد على المقاومه الداخليه اللي هو الاي ار على فرق الجهد الكلي اللي هو الفي بي بيساوي المقاومه الداخليه اللي هي بواحد على المقاومة الكلية اللي هي بـ4، وبالتالي هيطلع معاك ده بربع، تضربه في 100% هيطلع معاك 25%. أو إن أنت هتجيب التيار اللي ماشي في الدايرة، عشان تجيب الأي هتقسم القوة الدافعة اللي هي 12 على المقاومة الكلية اللي هي بـ4، هيطلع معاك 3 أمبير. بعد كده 3 في 1 هيديك 3 فولت اللي هو الأي في الأر سمول على الفي بي اللي هي بـ12، هيطلع معاك ربع برضه. سؤال 13، في الدائرة المقابلة إذا كانت القدرة المستنفذة في المقاومة 1 أوم تساوي 9 واط. طيب القدرة المستنفذة في المقاومة 1 أوم اللي هي دي تساوي 9 واط، هنسميها بي دبليو 1 بتساوي 9. فإن القوة الدافعة الكهربية للبطارية تساوي، عايزين القوة الدافعة للبطارية اللي هي الفي بي. هو السؤال هنا نسيت إن أنا أقول لك إن المقاومة الداخلية بتساوي 1 اوم برضه، يبقى هنا المقاومة الداخلية بواحد اوم. طيب اعمل ايه هنا؟ تقدر تجيب القوة الدافعة بأكتر من طريقة. طالما ان انا عندي البي دبليو مستنفذة في المقاومة دي هقدر اجيب فرق الجهد ده، وبالتالي اقدر اجيب فرق الجهد الكلي. البي دبليو 1 بتساوي الفي 1 تربيع على المقاومة دي اللي هي بواحد، وبالتالي الفي 1 بتساوي 3 فولت. فانت عندك دلوقتي فرق الجهد ده ب3، فتقدر تجيب الفي بي. ليه؟ لان الفي بتتناسب مع الار في حالة التوصيل على التوالي. المقاومة دي متوصلة مع المقاومة دي متوصلة مع البطارية على التوالي، وبالتالي الفي بي على الفي 1 بيساوي المقاومة الكلية اللي هي 1 و1 ب2 و2 ب4 على الفي 1 اللي هي ب3، يسول على 1 الأول، ده بيساوي في بي على الفي 1 اللي هي ب3، وبالتالي في بي بيساوي 3 في 4 ب12 فولت. كنت ممكن تجيب شدة التيار، عندك ده أي تربيع في الأر، تجيب شدة التيار اللي ماشي في الدايرة، تجيب المقاومة الكلية تضربهم في بعض هتجيب الفي بي. السؤال 14، في الدائرة الكهربية الموضحة في الرسم فرق الجهد بين طرفي البطارية 6 فولت هو. فرق الجهد بين طرفي البطارية 6 فولت، لاحظ ان انا عندي بطاريتين متوصلين على التوالي، ده سالب موجب ده موجب سالب، وبالتالي الاثنين متوصلين عكسي. فإحدى البطاريتين بتفرق اللي هي البطارية ذات القوة الدافعة الأكبر اللي هي دي، وبالتالي التيار الكلي هيكون في الاتجاه ده، ودي بتشحن. وبالتالي فرق الجهد ده بيساوي فرق الجهد من قطبي البطارية دي بيساوي القوة الدافعة ناقص الأي في الأر، وفرق الجهد ده بيساوي القوة الدافعة زائد الأي في الأر. يبقى أنا محتاج أجيب الأي الأول بيساوي القوة الدافعة الكبيرة ناقص القوة الدافعة الصغيرة على المقاومة الكلية اللي هي 1 و2 ب3 زائد 3 و2 ب5.
ده 8 وده بستة، اللي هي 75% أمبي. وبالتالي فرق الجهد ده سميها في داش بيساوي الفي بي دي اللي هي 6 زائد الاي في الارش مول، هيطلع معاك 7.5. السؤال رقم 15، في الدائرة الكهربية الموضحة تكون النسبة بين قراءة الفولتميتر في 1 وقراءة الفولتميتر في 2 تساوي. طيب أول حاجة سالب موجب، موجب سالب، البطاريتين متوصلين عكس، وبالتالي إحداهم بتفرغ اللي هي البطارية ذات القوة الدفع الكبيرة، وإحداهم بتشحن اللي هي البطارية دي، وبالتالي الـ V2 هيبقى 36 ناقص الـ I في الـ R دي اللي هي 2، والـ V1 بيساوي 12 زائد الـ I في الـ R دي. وبالتالي هجيب الـ I الأول، هتساوي القوة الدفع الكبيرة اللي هي 36 ناقص القوة الدفع الصغيرة اللي هي 12، المقاومة الكلية 2 1 ب 3 زائد 13. 36 ناقص 12 ب 24، 3 زائد 13 ب 16، هيطلع معاك هنا 1.5 امبي. نيجي بعد كده في 1 على في 2 بيساوي الفي 1 عباره عن الفي بي 1 زائد الاي في الار 1، الفي 2 عباره عن الفي بي 2 ناقص الاي في الار 2. في بي 1 ب 12 زائد الاي 1.5 في 1 على الفي 2 ب 36 ناقص الاي اللي 1.5 في 2، هيطلع معاك 12 زائد 1.5 13.5، 36 ناقص 3 ب 33، وبالتالي 13.5 على 33 هيطلع معاك 9 على 22 اللي هي الف. إن شاء الله كمل في الفيديوهات الجاية. توفيق، السلام عليكم.